نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلا تاخیر جناب قاری القراء زینت القراء فخر القراء جناب ندیم باسط صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہان منور فرماتے ہیں.
بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما Yeah.
سبحان الله ما شاء الله الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا
سبحان الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما ہمارے محترم المقام قاری ندیم باسط صاحب